السلام عليكم، هاليوم فتح الجبيرة في عيادة الدكتور حسن حنالبة، تعالوا وياي. السلام عليكم، اليوم مع الأخت العزيزة جاية من البصرة مع دكتور حسن حنالبر وراح تشاركنا تجربتها، سمعوا من عندها. تفضل أختي. كنت أبحث بالإنستغرام فما كان عندي أي رأي، فراسلت نجمة ونجمة ردت علي بأقرب وقت فنصحتني في دكتور حسن وسوال العملية، يعني كلش راضي عني وشغلهم كلش حلو، فأنصح الزبائن تجي دكتور حسن. شكرا دكتور. شكرا. حابة أشكر نجمة على الشركة التوب توب على الخدمات الحلوة والجميلة. حبيبتي شكرا. عفوا. يلا.